لتويزا كان لي تدخل فيما سبق أنها مؤسسة وطنية، مؤسسة المواطنين كلها يحبذون هذا النوع من النمط، وبالتالي ما رأيتموه بالأمس أو بالفترة الأخيرة كعينة في الحراش إن شاء الله هي عينة جعلناها كقاطرة وكنموذج حتى نتمكن من نجاح فيها، وبالتالي لما ننجح فيها وتلقى يعني تلقى يعني تلقى أذان وحب من طرف المواطنين نحن نعموها على مستوى المحطات إن شاء الله.